كذا رسمات خضرة زرقاء بوجهي يوم الوطني. لا ما هو يوم وطني، هذا لون فاتح. بنات والله تموت. طيب شوفوا العباية الثانية، العباية الثانية أركض. أوكي دقيقة، هذا اللي أنا ناوي الصراحة اليوم أسوي عليها لوك. تبغى أنا أسوي عليها لوك ولا أسوي على الثانية؟ هذا خلنا نحذفها بالأرض، الأرض حقتي نظيفة. بوريكم العباية الثانية. أوكي لا 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 عشان ما تقولون إعلان. إيش دخل سومة؟ إيش دخل سومة دحين؟ طيحت الشيلة. دقيقة. طيب العباية الثانية، وبعدين مع ذا القوانا اليوم مدري العباية الثانية الشيلة ما حصلت إلا لماع للأسف. طيب لا تقارني بغيري تربطن. طيب أنا إنسان الصراحة أخذ كورسات من سومة. عندكم شيء عاجبني ذوقها؟ يوذي يبي لها كوي ما بلبسها. شوفوا الألوان التداخلات. بنات بنات أنا أحب الأشياء الغريبة، يرحم أمكم. أنا أحب الأشياء الغريبة. شوفوا والله حلوة. طب ليش سابيني في السناب؟ كل اللي في السناب نعم تكفين رحميني، تكفين قولي إن هذا مو من جدك. الزبدة بنات، ألبس هذه وأسوي عليها لك ولا ألبس هذيك بسرعة؟ لأن العباية اليوم اللي بلبسها بلون فيها عيني. بس المشكلة يبغى لها كوي، يبغى لها تنكوي، وأنا ما فيني أبدا طافة هنيك والصدق. هذه بنات أبغى أسوي ميك اب، أخذ نص مرة. طيب ما لي خلق أكوي، ما لي خلق أكوي. أصبري ندخل كلنا أقول بسم الله ما شاء الله. كبسوا كبسوا يا جماعة، قسما بالله إن ما كبستوا أزعل عليكم. طيب أول شيء اليوم الميك اب عبارة عن ميك اب غريب. أول مرة في حياتي راح أستخدم ماركة بولفر، هي ماركة معروفة وزي كذا بس أنا ما عندي فلوس عشان أشتريها. المهم راسلين لي أشياء واجد راح نفتحها سواء أنبوكسنج وراح نستخدمها سواء. أنا في حياتي ما استخدمت إلا فونديشنات معينة. طيب أول شيء راح نفتح لونج لاستنج سبراي، جاي أرسلوا لي فيكس سبراي. طيب أوكي هذا الفيكس سبراي حقهم راح نستخدمه اليوم. بحط كل الأغراض قدامي، ما بستخدم أي شيء. ما أول شيء جهزوا قهوتكم، جهزوا البسكوت حقكم لأن بسوي اليوم كاج صدمة. بتشغلون حتى أغنية صدمات عمر مرت علي ولا حسبت حسابها. بنشوف إيش الألوان اللي عندهم، وبستخدم حقهم البليت اللي أرسلوا لي إياه، البليت حق ماركة بولفر. شوفوا ألوانهم، في برتقالي وفي أصفر وفي أخضر وفي أزرق. يا بنات اختاروا من الآن أي عباية نلبس عشان المكياج اللي بنسويه، لأن اليوم جهزوا قهوتكم بنحش حش لأنه بخاطر يا سولف واجد. إيش هذا؟ لا مناديل إزالة طلعة الأظافر هذا لا. طيب عندكم فيس برايمر راح نستخدمه الآن. أول شيء راح نستخدمه فيس برايمر حقهم، وبقول لكم ترى حلو ولا لا، أنا أثبت أرسلوا لي إياه الصراحة مجانا، فبقول يعني مش مدفوع فبقول الصدق. فيس برايمر طبعا أنا وجهي أويلي دهني ومختلط يعني قام، فالبرايمر هذا شكله قوي. شوفوا أوكي بسم الله. آه أوه نايس، مخملي ملمسة. واو هاي لا حلو، ملمسة مخملي جنن. مدري كيف أخضر سماوي ولا لا تقارني بغيري. بنات بثيت اليوم متأخر سوري، كنت بجيجي. واو حبيت البرايمر، بس بنشوف ثباته. خلوكم من حبيته ما حبيته، بنشوف ثباته بعد شوي. أوكي أوكي القبهة، أوه القبهة دائما منسية يا أخي، ما بخرب قرتي. طيب يلا يا أخي خلاص، لو مرة واحدة أنسوا قبهتي ممكن خلاص انسوها، تخطوها. اتخطوا قبهتي. تكفون بنات، ما ابغى احط لها كل شوي، هي خلقه دهنيه وتدهن. يلا عشانكم سويت فيها. طيب الان راح نشوف انتم تسمعوني، انتم معي لاني قاعده اشوف بس قلوب. انتم معي اوكي. ابغى ادور على الفونديشن حقهم لاني ابدا استخدم الفونديشن، وربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر. أنا مو قاعدة أشوف فونديشن. لحظة باودر. طيب هذا وش؟ مزيل مكياج؟ لا بنات ما رسلوا لي فونديشن اللي ما يستحون، ما رسلوا لي فونديشن اللي ما يستحون. وين فونديشن؟ بنات ما رسلوا لي فونديشن، وقلت بستخدم مكياجهم. أنا اللي ما تستحون على وجيهكم. ميار صوت سكريمة صار. أنا؟ مين سكريمة؟ سيارة سكريم قزش؟
ارحب يا سعد وحشنا يا سعد. شوفوا بلت بنيات، حبيت الالوان يعني ما ارسل لي فونديشن بكل بقاحه. لا ما حبيت والله، ما حبيت، انا ما حبيت اتعامل مع ناس زي كذا. لا شيك بلاش بودره هايلايتر شيك بلاش مرسلولي اقل بنرجع بنستخدم الاشياء القديمه، شكله مرسلولي بلتات فروق وزي كذا. يلا عادي احسن. المهم يلا يا بنات نودي البلتات على جنب ونبدا نستخدم. طبعا الشيء المشهور اللي دائما استخدمه نارس حقي. تخيلوا يا جماعه الخير، شفتوا ذاك الحساب اللي في تويتر الاخضر اللي حسابه هابط ما ينزل عني يضرب لا ولا ما ينزل لي الا لقطه مقطوعه ويكتب ميار تقول كذا كذا لاثاره القدر والناس كلها تطيح حساب فيني ما ادري شو، منزل عني تغريده اني انا اقول. طبعا هو الحين زي الكلب قاعد يتابع اللايف، فخلوني اقول لكم. قال عني ان انا متكلمه وقايله انه في واحد قال لي 350,000 ثلاث لحظه يما خف وش في يما فضيحه. تسمعوني تسمعوني. خلاص سكرت. لابسة بدي أبيض. المهم أعوق قلبي وقعني نزل بمعدتي. المهم كتب إني أنا قلت إن جاني واحد طلب إيدي ب350. طبعا طاحوا الناس سب، وإن هذه مين يدفع عليها حتى ريالين، وإن هذه مين. طبعا كالعادة صغار العقول أو الناس اللي توهم حتى يعني لسه عمرهم تحت ال 11 سنة 10 سنوات 6 سنوات، بس تعرفون الجيل هذا اللي حتى الورع عنده جوال، فيكتبون هذه مين تزوجوا وهذه 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 من ذا الكلام. ولا والمصيبة هنا تجي واحدة تقول له يعني، ولو واحد يقول شايف سواد هالاتك تيجي كيف سواد ركبتك. طيب يعني دحين أنا بصور لها ركبتي. جت واحدة قالت لها نفس سواد وجهك، قالها أنت وياها بأخذكم بفلوسي ومدروش، يعني بتاخذنا بالنهاية صح ولا لا؟ وش الموقف البايخ اللي تحط نفسك فيه؟ حابة أصحح المعلومة وأقول لك منها ما هي 350,000 ريال، صارت 400,000 ريال. مو تحرة ويلا نزلوا عشان يصعد حسابكم شوية تطلعون على حسي يا المرضى. واع الواحد ما يمدي سولف، ما يمدي كذب هنا بالتيك توك، ما يمدينا كذب. أرحب يا سعد، ما يمدينا كذب، ما يمدينا أقول والله أنا خلاص معش كذب، أنا والكذب خطان لا يلتقيان، انسوا الآن سوالف حقيقية، يعني ما في هبد من اليوم ورايح. كل ما قلت حاجة طلعت تويتر، اقعلها الدلوف إن شاء الله، اقعلها المرض. طيب يتخيلوا قال خليها تكلمني بنفسها، وأنا كذا جرايد والله بصور لكم اليوم، جرايد أرسلها ولا يفتح محادثتي، تخيل ولا يفتح محادثتي. ألا لعنة الله على الكافرين. أسأل الله العظيم الهداية والثبات. إني يمكن البودرة مرة حلوة. الآن بحط بس فيكس بلس هنا من حقهم للإضاءة حقتهم، بشوف الهايلايتر حقهم. طيب بستخدم ميار حبك، عيون ميار، حياة ميار، قلب ميار. استخدم الله بنات شو ذا البراند الفخم يجنن. ليه ما رحت كوريا؟ بروح يا حياتي بروح، ترى في ناس كثير بيروحون. يا شو اسمش بنات توني مقفل اللايف وتوني فاتحه، فبليز شير واللايف كذا. يا الماسه حياتي تراني مروق الان، لا تخليني اطلع حرتي. علاش اضاءتهم بنات تموت. شفت منيره اللي حشيت فيها قبل شوي قاعد تكلمني واتساب، الله يستر قاعد تسبري يا ويلي. والله بنات اضاءتهم تموت. خلاص يا الماسه خلوني يا اخي، يوم واحد انبسط او ما هلا قرروا بيطلعوني عن طوري. بعدين قالوا هذه مشهورتكم، هذه ما ادري ويش، شوفوا اخلاقها مع اجينا ذاك الاخضر اللي قبل شوي تكلم عليها يسبني. ترضونها عليا؟ ترضونها؟ قولوا لي بس ترضونها. يقول طريقة ميار وهي تعامل متابعينها، والله قولوا ما قلت في الشنب حقي. أرحب يا فايس المحية، فارس المحية تعال عندنا.
لايفنا مرة حلو يناسبك، يعني مش ميك اب اكيد. قاعد الون بني شوي داخل، ما ادري ليه، لاني حسيت اني ابغى الون داخل بني، بس يا رب انه ما يمسح، لاني المفروض اثبتها تحت بالكونسيلر. توقعون بيمسح بنات شدو؟ توقعون بيمسح؟ ما حطيت تحتها كونسيلر، خلنا اثبتها دقيقة. حس ايه يعني حط كونسيلر؟ مو نفس بعض، لسه بنظفهم. ها بنات حط كونسيلر، يحو حطي كونسيلر، حطي. ماني حاطه، ليه ما قلت لي حط من اول؟ ليه ما حط من اول؟ قلت لي حط من اول. بنات بنات خلونا نسولف عن الغيره، ايش رايكم؟ اوكي شوفوا بنات، انا بقول لكم عن الغيره الصاحيه والغيره المو صاحيه، تمام؟ ولا كل الغيره بكل انواعها مو صاحيه، بس خلينا نقول نسلك لكم ونقول في واحده منها صاحيه. شوفوا الغيره المو صاحيه انش، لا في ثلاث انواع. النوع الاول انش تغارين من شخص لانه احسن منش، هذا اكبر غلط، لان لو وسعتي عينش على اشياء ثانيه حتلاقين ربي انعم عليك في اشياء الناس كثير تتمناها، هذا اولا. واذا ركزتي على نفسك راح تنجحين. ثانيا الغيره على الشخص، غلط انك تغارين على شخص وبالذات اذا كان مو معطيش وجه. انتبهوا يا بنات، هذه اكبر غلط، هذا هوس، سايكو دايكو، بعدين تصيرين سايكو دايكو. الغيره الثالثه انك تغارين من شخص تكرهينه بس برضه تتابعينه زي اللي موجودين في اللايف. والله احب ارفع ضغطكم بس. والله حبيت انكت. يا ربي يا اخي هذا جوي، احب اطقطق بهالاسلوب، ليه تتحسسون؟ والله اني امزح يا ربي. بحط الان كونسيلر شوي هنا مع ان قالب لونه غريب، اوكي؟ وبحط كونسيلر هنا عشان اثبته بالبني، حسيت البني قلنا مع البرتقالي مره. ردي علي وقسم بالله اليوم ادعي لامك تردين، ارد على ام امش يا حبيبتي انتي. تدرون انا علاقتي مع متابعيني علاقه يعني غريبه، يعني علاقه حب على غيره على مدري كيف. طبعا نوع غيرتنا الغيره المسمومه، الغيره المتخلفه، رب الكعبه. اعرفكم تدرون لو اكتب كل ما ابغى اطقطق على متابعيني، كل ما ابغى ازعلهم، كل ما ابغى كذا مثلا شفت انهم ضايقوني بشيء وابغى اضايقهم، اروح اكتب في تويتر حب ويقعدون ما ينامون الليل، ما ينامون الليل. تخيلوا طلعوا عني اشاعه اني متزوجه واحد سعودي رجل اعمال. اليوم صحيت على اشاعه، قلت نعم. ايش كان اسمه؟ سعود العقمي. سعود العقمي، العقمان كلهم الان مصدومين، ايش وصلني للعقمان ما ادري. تخيلوا فزوجوني من واحد اسمه سعود العقمي، اي الان ثبت والله للشادو. انا انصدمت، صحيت مصدومه، قلت من هذا العقمي؟ ليكون زوجني ابوي وانا مدري، بسويها ابوي، قسما بالله يسويها. ابوي ترى ما هو بصحي زيكم. الزبده فقلت بس اكيد سواها ابوي ولا امي، زوجوني بدون ما ادري، ما اخذوا راي، ما اخذوا شهري، طفشوا مني، طفشوا من بنتهم. ترى اهلي من نوع اذا طفشوا عادي خلاص زوجوني فجاه. اهم شيء المهر كويس. الزبده خلنا ننظف لحظه تحت عيني عشان ما يتكتل البني، وذكروني بعد الان بالالاينر. فاكتشفت ان اشاعه من متابعيني عشانهم زعلانين مني، تخيلوا عشان انا قاعده يعني انزل قزل وانزل حب بتويتر واستهبل، يعني انا ترى بس كذا والله اني اسرقها من موقع اسمها ما قيل للحب وما ادري ويش كذا، اسوي نسخ لصق، انا من نوع اللي تسرق التغريدات. انتم معي؟ ليه كذا معلق الكومنت؟ ارحب يا بيضاني، انتم معي؟ لا تقولوا معلق من التكفون بنات، لا اتحرك تكفون. مين محط اغاني؟ انت ما تبيني اسولف مو نفس بعض، رجع تسمعوني؟ اي يمه اخترعت. الزبده فتخيلوا قاموا طلعوا عيني اشاعه اني متزوجه واحد اسمه سعود العقمي. طبعا سعود العقمي بيقوم من النوم اليوم مصدوم، مصدوم صدمه ما بعرفها صدمه. دقيقه بعد الايلانر انا يا جماعه، لنا في واحد طويل في واحد قصير، انا حبيت على اليمين بس يسوي شكل الله. اصبروا عشان اعرف اسولف معكم. مين اللي ارسل لي طياره؟ بنات ايش رايكم؟ ايلاينر اسود داخله بني، امانه مو خطير؟ ومن فوق برتقالي، اسالكم بالله مو خطير؟ بالله والله انه خطير، رب الكعبه رب السهسه ورب الكعبه. ارحبي يا شا، حياتي يا شا، والله يا شا مش وافي، ذكروني عدله من هنا، دائما دي العين غلط. شوف هذه هبل دخايس، لب قلبي يا شا اموت عليش.
بنات ليتني شاري كحل بني، لو شاري كحل بني كان رسمت من المدمع بني، بس برسم مدمع اسود الزبده. ف فوق ما انهم زوقوني، قصدي طلعوا عني اشاعه اني انا متكلمه على المهر وما ادري وش زي كذا، زوقوني واحد اسمه سعود العقمي. انعيني انعيني، صبروا دحين المدمع بعد بعدد الاعلان المخيص طلع خايس، اصبروا بسم الله. لا هذا الايلاينر يسيح، الا وين حق كالا ميك اب؟ لحظه هذول يقابولي ايلاينر ولا لا؟ هذا وش يا رب ايلاينر؟ الا واو الا واو الا واو، قلم حواجب. ما دريت والله ما دريت والله ما دريت، اصبروا سوي قلب اصورك، اصبر اصبري. ما قابولي قابولي كحل اخضر، يبوني يسوي اليوم الوطني شكله. ويلي بنات منكح لل هذا، وهذا لقيته ترى مرة حلو من كلام هيك بيجنن ومستحيل الرسم بالمدمع. بسم الله مش المدمع ولا عشان الايلاينر خايس، اصبروا بنات انقهر اموت من القهر لما يكون ايلاينر صح حلو ايلاينر لا. بعيد رحت بعيد، عندي زيها والله. ايش بصبر خلنا عدل بس يقهر يقهر. كبسوا شيرو حبايبي كبسوا شيرو، ترى طفى علي اللايف قبل شوي انقهرت انا نتي زي الزفت يقهر. بسم الله ها بنات كويس كذا كويس كذا بنات، دكت طويل وده قصير، خلونا نمد بوز ده وخلاص، ايش رايكم؟ بنات نمد بوز ده وخلاص صح؟ لا هذا يموت، والله ما غيره، يموت يموت. اصبروا. كل ما لي اجيب العيد، اقول لكم شيء، خلاص. ستوب، اصبروا اصبروا بنات. اصبروا اصبروا اصبروا، انا تعبت انا يمكن انفجر، اصبروا 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 عشان اعرف اسحب العين صح. اوه واو كيف خرقه، هاو وين وش فيها منون علقه؟ ها سحبه 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 سحبه، قاعده تشدني قاعده تشدني قاعد تشدني مرات، الله يلعن امه الله يلعن. طيب اصبر عشان اعرفها اعرفها ستمكيك. طيب بسم الله، زوم ان زوم اوت بنات، الكحله سودا بسرعه، كحله سودا ولا بيج؟ سودا ولا بيج بسرعه، سودا ولا بيج؟ سودا ولا بيج بنات؟ سودا ولا بيج بسرعه؟ سودا ولا بيج الكحله؟ طلع الصوت حقيقي. ما دريت اني متصنعة. أنا أكبر متصنع على وجه الأرض، أنا أكبر متصنع على وجه الأرض، أنا ماني إنسان حقيقي. بنات سودة، يلا سودة سودة، شكلها عجبتكم الكحلة السودة أمس، سوي كحلة سودة مع إني كنت أبغى بيج، أبغى أوسع العين لأن سويت أيلاينر أيلاينر مفتوح عرفتوا، هذا حلو هذا مخيس يقهر، بس يلا اوكي كذا ولا كذا ماني رايحه مكان يعني، بروح ستاربكس برجع. يا حظ ستاربكس كل يوم شايف ذي المزيونه، فديت الكحيلة المزايين. بنات شوفوا الجمال، شوفوا شوفوا الجمال شوفوا الجمال شوفوا العيون الساحره، هذا اللي من جد تسحر. ادخلي جوله، ادخل مع مين؟ ارحب يا نسرين، مع مين ادخل؟ مع نسرين قصد قوله؟ مع مين ادخل؟ شو اسم الكحل؟ دري سرقتها من اختي. سكاندل ايز 24 اورز واتر بروف. عشان كذا انا عيوني سودا. شوفي بنات شوفي سرين نسرين شوفي شوفي الجمال شوفي العيون الفرعونيه. طيب بسم الله الحين راح احط ماسكارا لاني ابغى اخلص من العيون عشان اخش دايركت في ال ترى الشادو بني اللي داخل ايلاينر ها عشان اخش دايركت في الخشم ذا
وفي الخد. اي صح، تعالوا تعالوا تعالوا، عندهم بلاشرات يا رب انهم راسلين من لي برتقالي. اذا ما رسلوا البرتقالي راح اوريكم، انا شاري الشادو برتقالي جنن من شيء. طيب خلنا نشوف حق بولفر بسرعه، افتح لا تقهرني لا تقهرني. ايه طيب، اول بلاشر عندهم واو لونه جنن بس ما راح استخدمه اليوم. طيب اللي بعده، لا هذا هايلايتر بس واحد، لا هذا الثاني، الثاني الله يعينك يا عمار، هذا الثاني، اصبر واو we're not gonna use it today. بنات بسألكم سؤال، انتوا ليش كل ما سويتوا ميك اب توتوريال طيب get ready with me ليش تقولون كذا get ready with me؟ يلا يا جماعة الخير خلونا نبدأ سوا. طيب اللهجة السعودية، يلا يا جماعة الخير خلونا نتجهز سوا. get ready with me get ready with me get ready with me، قالها واحد قالها عشرة، اخترعي ليش كلمة. ارحب يا كايو، ارحب، اخترعي ايش كلمة. بنات بلاشر برتقالي، I don't believe، والله ماني مصدق لي جاء يوم اللي راح اسوي فيه بلاشر برتقالي، بس اليوم المود برتقالي، اليوم يا البرتقالة تريري. شوف شوف اللون بنات، او ماي جاد بنات بنات، ترى شرت عشان كوريا انهم يسوون بلاشر برتقالي كثير. بنات بضيف عليه شوي وردي، يا البرتقالة تريرن، اخليه ولا ازود عليه وردي شوي، ازود عليه بينك عشان يصير برتقالي على اورنج. خلنا نجرب ذا لونهم الغريب، الله يستر كذا، نبي اللوك البرتقالة. وانا ايش قاعده اسوي يا روحي؟ ارحبي يا شا، اذا بجيب راسي يا شا اصير برتقالة، احط نقاط بعد على وجهي اذا تبغين. ابشري ابشري ابشري، ما طلبتي شيء لسه، بفتح شعري بسوي معكم تسريحه. ترى اليوم اول مره راح اسوي شعري تسريحه قدامكم، دائما انا اسوي شعري لوحدي او اسوي رولات، هالمره راح اسوي معكم تسريحه انتم باختياركم، نرفعه نرفعه نص نرفعه كله، نسوي مثلا نخليه مفتوح ستريت اللي ودكم. طيب بس خلونا نخلص الميك اب. حبيبي اكس اتش، اصبروا اوكي العين الثانية عشان نبدأ نحط رموش ستريت احلى. طيب بنشوف الان وش يناسب. ارحب يا حنان، ارحب يا نور. انا ايش هدفكم بالحياة؟ اكتبوا لي، خلنا نشوف خلنا نتناقش. انا ودي يعم السلام، ادري ما حد سألني، انا قاعد اسأل عشان انا اقاوب مو عشان تتقابل. انام اما تنامين، انا اكل، أصير آيس كريم، أصير مليونيرة، أخيراً واحدة كويسة صاحية. شيكم أنتوا، حاسة إن متابعيني مو صاحيين. هدفش أنا شيء متوقع، نبغى شيء غير متوقع بنات، نبي كل شيء، أصير غنية بنات، ترى الفلوس مو كل شيء قسماً بالله، بس الفلوس تقدرون تقول إنها هدف الحياة، فهمتوا؟ يعني اللي عنده فلوس يحل مواضيعها أسرع، يعني مثلاً إذا تعب يروح المستشفى، ما يهتم عنده تأمين ولا لا، عنده تكاليف ولا لا، فهمتوا زي كذا. الله رموش اللي تحت ما شاء الله احلى من اللي فوق، فا اكون مرتاحه بال اطير وبطير من كتر الفرح لبعيد، وبصير عم برسم معك هوامير، بصير بيزيد حبك بالقلب بيزيد، وبموت وبموت خليك لدنيا ما فيها هموم. وين المقص؟ يعني نفس أمس. الحمد لله والله من قدامي. طيب بسم الله، اليوم راح أقص من قدام، أمس قصت بعد من قدام بس ما أدري إيش فيني، والحين أدور على الصبغ. ألا العوني، كل يوم أدور حاجة، شكلها شلتها معها، أكيد شلتها أكيد شلتها أكيد شلتها، ما عندي صمغ رموش. يلا عندي شيء أنا المخلص، خلني أقربها، ما يارو عيون ما يارو لبه، أسافر دكتورة. تبون نصيحة للحياة بنات؟ في ناس يبغون يصيرون دكاترة صاروا مهندسين، في ناس يبغون يصيرون مهندسين صاروا دكاترة، وسبحان الله في ناس حابين شغلة في ناس مو حابينها، كل واحد له رزق. بس دائما فكري تدري وشو حسنا طمعت في شيء،
دائما فكري براحة البال، ترى الفلوس تروح وتجي، الناس تروح وتجي، حتى الناس ما تبغى لي يقولش الناس تبغى، لا الناس تروح وتجي. راحة البال اللي إذا راحت ما تجي، والله العظيم بنات كل شيء إلا راحة البال. راحة البال إذا راحت منكم قسم بالله لا تصيرون أتعس، حتى روحكم روحكم تكره حتى تقوم تشتغل. وربي بنات ما يطلع منها شيء، من وين أجيب لكم صمق رموش؟ تري وين طرحتها أمس؟ كيف علي هذا؟ لقيته على حظي الحمد لله. صح أغنية، يلا يلا شغلكم أغنية. طرحته طرحت يعني ما أدري وين خليته. نحن هذه عطسة بوي. عطست أبوي برضو. بسم الله راح أتصم. بنات أبي أفتح لايب بالليل اليوم، تكفون. عذبت حال سعود العدمي. يا عمري اكس اس اتش ترى انا ضايفتش وانت مو ضايفتني، تخيلي. ترى ما تدري يمكن نصير اكثر من اصحاب، يمكن بكره نزور بعض ونطلع مع بعض. أنا أحب الأغنية، أحب الأغنية مرة. صديقاتي إذا صاروا أغنيات أحبهم، أحسهم يعني ماي ليفل. شكلي ما اكتفيت من تويتر. أموت بنات. ما ياخذينا معك وتروحي ستاربكس بشري، والله لأخذكم اليوم والله. من زمان أصلا عنكم. خلوني بس. أمزح أمزح أمزح، أنا فغيرة 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 أنا. بسم الله. هنا بس تفها شوي قدام. واه ما شاء الله، قول ما شاء الله تبارك الله. تكفون تكفون بنات، احلى ما فيني عيوني، الباقي كله شيء. اعترف لكم بنات صدق، اكذب عليكم، احب اودي شعري على جنب لاني لسه بسوي لها تسريحه. شوفوا، يا اخليه ستريت، يا ارفع كذا نص، او كذا اطلع من قدام وارفع نص، يا اني كله كذا ارفعه، يا اني اوديه كله على جنب ستريت عادي، يا انه والله ضايقه ما ادري وش المشكله. تشرف والله، والله ضايفه ما ادري وش المشكله. اضيفك سناب، ارسلي سناب على الخاص. المهم ارفعي كله، انا ليه مزومه مره، اصبروا. طيب تدرون وش الصدمه الكبرى؟ ان عندي روق برتقالي بنات، تخيلوا عندي روق برتقالي، عندي روق برتقالي. انتوا مستعبين؟ I'm
بنات صدق بسوي شعري الآن نص، خلوني أسويه بالسيراميك أول. طيب وإذا ضبط ضبط، إذا ما ضبط خلاص. جوي مصري، ودي أسافر مصر قسما بالله. إهداء للي قاعدة تكلمني واتساب. أنت متأكد من اللي قاعد ترسله؟ انتبه انتبه، إلا التعشيم، إلا التعشيم. بعض الهدايا ما ترسل، بعض الهدايا بعدين نصدق. حنا البنات عقولنا صغيرة مساكين، ينضحك علينا دايما. إذا أنت جاء ترسل أسد، يلا بنات سوي شعر الباقي. أبغى ستريت، أسهل وأسرع. بنات بقولكم شيء على حرارة السيراميك، 180 إذا كان شعرش ناعم، أو إذا كان شعرش شو اسمه كيرلي. فوق 180 إذا كان شعرش شوي كيرلي مرة مرة مرة، أو خشن، مع أنه ما يسمى خشن بس هم يسمونه كذا، الشعر الأفريقي يسمونه. فلا تزودي الحرارة على شعرش، أو يعني بتحطينه مثلا 220 بحطه مثلا، وبيصير شعري بسرعة استرات، بيصير فعلا استرات بسرعة، بس بينحرق بينحرق والله غلط. يعني انت تبغين الشيء بسرعه ينحرق شعرش. اذا سويتي حراره هاديه وقعدتي تعيدين عليه بشويش كذا بشويش، يصير شعرش زي ما تبغين ستريت. والله العظيم في بنات يحطون اعلى حراره ويلا بسرعه بسرعه عشان يضبط، لا تحرقين شعرش. اول شيء تستشورينه. طيب بنات ليه؟ خلوني اسوي ستريت، خلوني اسوي ستريت، ليش تبغون كيرلي؟ ملينا من الكيرلي بنات، كل يوم كيرلي. ترى الحين حاطه على شيء عشان خلاص افتك. بنات ستريت ستريت، خلينا نغير. كل يوم كيرلي ملينا، ويمكن ارفع شعري نص بشوف الان، عشان كذا ابغى ستريت. طيب شفتوا يا جماعه؟ لا تصدقون شباب ابدا، قطر طلع مو جد. صدق اهديكم اغنيه بنات، والله صدق متابعيني انا احبكم مره، وما تدرون قد ايش انتم شيء كبير بالنسبه لي. وترى مره انبسط لما اشوفكم انكم سند لي،
ويعني دائما اشوفكم بظهري قبل ما اشوف اي شيء صاير، اشوفكم دائما تدافعون عني. ترى كبرتوا في عيني مره، يعني انتم من اول بعيني، بس انه الشعور اللي انت تصحين يعني مالكم، ما لكم، ما لكم زعلتوا اذا انا رديت على احد، لانه فعلا انتم سندي وانتم ظهري وانتم قاعدين تسوون كل شيء، انا ليش اصلا انزل لهالمستوى؟ فمره شكرا على وجودكم، انتم سند لي قسما بالله. يعني ما ادري وش اقول لكم، بس انا مره احبكم. ميار وش الروج فنتي بيوتي درجة 2، بس ترى حطيت تلت من داخل وحددت برتقالي. هذا الروج الكوري اللي يسوونه يحددون برتقالي ما ادري وش. فشكرا، احنا نحبك. فبهديكم اغنية هداء لكم، اتمنى كلكم يعني تحبونها، انا احبها مرة. بس بسوي سكيب للحن لان اللحن بالبداية خايس يجيب المرض. ذويقة ولا مو ذويقة؟ عارفة هدي ولا ما عارفة هدي؟ عارفة هدي ولا ما عارفة هدي؟ عارفة هدي ولا ما عارفة هدي؟ أوه أوه، متعقل متعقل. هذه الحركة لا أحد يسويها، قط قطع الشعر مرة، ما حد قطع شعري إلا هي، قسم بالله. بس أنا متخلفة، أبغى أعيش المراهقة بعدين أعتني. شوفوا كيف خلاه بوليوم تقنن صح؟ بس تقطع الشعر، بس شعر اشتبينا يتساقط كل يوم سويها. ما عندي كذب ولا عندي لف دوران ولا عندي تلفيق، الصدق عيوني اللي تقول لي ذويقة والله. كذب عليش؟ والله ما كذب.
والله ما خبه دم شعرش اللي يتقطع حبيبتي، هذا الصدق. عشان شعري يصير فوليوم، شوفي يصير فوليوم كذا، فوليوم يصير فوليوم. نعد الفرقة. أنا حبك خلاني يهني من... بنات قسما بالله لا تقومون معي الآن تكون ال... تقومون معي الآن تكون العباية. انتوا اللي قلتوا بنكوي العباية الآن. قومين وحدة وحدة، يلا صبرين. بسم الله اصبروا. ليتني منادي عمار يكوي، ليتني منادي عمار يكوي. بتجمع لا تكون انتو تكوي كواية. بس مفتح المراية هذه دقيقة احتياط لانها مصيبة. بنات ترى غرفتي حوسة بخاخ. من وين سبري اسمه لوريال اتوقع؟ من وين سبري اسمه لوريال اتوقع؟